وحديث عمار في ذكر هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته قبل أن يسلم يفيد أن ثمة صلة بين الصلاة والرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، أن ثمة صلة بين الصلاة ورؤية الله جل وعلا، بمعنى أن الرؤية رؤية الله لا تنال إلا بالصلاة، لا تنال إلا بالصلاة، فمن لم يكن من أهل الصلاة فلا حظ له من رؤية الله ولا نصيب. وجاء هذا المعنى مصرحا به في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس يعني الفجر وصلاة قبل غروبها يعني العصر فافعلوا، بمعنى إن غلبتم على الصلاة فاتكم هذا النصيب العظيم الذي هو أكمل النعيم، رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيضا جاءت الإشارة إليه في القرآن، الصلة بين الرؤية والصلاة، في قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الحسن البصري: حق لها أن تنظر، أي تكون حسنة بهية وهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. لماذا هذا كله؟ نعم، فلا صدق ولا صلى، ولا صلى. إذن القسم الأول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هم أهل ماذا؟ نعم، التصديق والصلاة. فإذا لم يكن من أهل الصلاة لم يكن من أهل الرؤية، هذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته قبل أن يسلم: أسألك الشوق، لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، للصلة التي بين الصلاة ورؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أكرمنا الله عز وجل بذلك وبكل فضل وخير. نعم.